السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جيت في كتاب المنصة ولكن في الرياضة مستوى تاني. الناس اللي بتحب تدي لولادها الرياضة بشكل حلو وكمان يكون تمارينه كتير. هنا مديني المحتويات اهو كلها، هو عبارة عن 3 فصول اهو، جايب لي الاعداد لغاية 99 وتنازلي تصاعدي والعشرات والاحاد والاشكال ثنائية الابعاد وامام وخلف والتمثيل البياني بالصور. وهنشوف الكتاب عامل ازاي. طبعا انا مش مشغله الكشاف عشان خاطر البطاريه بتاعت الموبايل بتخلص. الالوان واضحه جدا، وكمان الالوان واضحه والورقه حلوه قوي. دي مراجعه على المستوى الاول اهو، وبعدين جايب لي كمان مراجعه على المستوى الاول، العد لغايه 9 و10 اهوت، وبعدين بدا يجيب لي ال11 وكاتبها لي، وجايب لي اماكن للكتابه اهو 15، جايب لي جدول اماكن للكتابه، وهنا بيدربني كمان على الرقم اهو، هنا بيدربني على الرقم. انا وصلت للرقم 19 18 20 هنا تمارين اهو. مش عايزه اطول في الفيديو، العشرات الكامله اداني الاحاد والعشرات اهو، اداني تمارين كتير عليها. طبعا الكتاب خطه كبير قوي، خطه واضح جدا وتنسيقه حلو كمان اهو. هنا جايب لي ان انا ترتيب تصاعدي وترتيب تنازلي السابق والتالي اهوت، هنا الاحاد والعشرات، وجايب لي جزء للنشاط المنزلي وجزء للحصه. اهي يا جماعه التمارين بتاعته مستوى تاني في الرياضه، يعني KG2، وطبعا هو ماشي معاه المنهج اهو. شوفوا قد ايه انا بعيده والخط واضح جدا، يعني انا من بعيد واقفه من بعيد. شوفوا الجدوى اللي بتكمل فوق دي، انا من بعيد علشان خاطر انا اجيب الصفحه كامله، ولكن الخط واضح قوي اهو على الطرح والجمع، وجايبين الاشكال الهندسيه اهوت، مكونات الاعداد اهوت، مكونات العدد والامام والخلف والاعلى والاسفل، وفي الاخر بقى جايب لي التمثيلات البيانيه. الكتاب كام صفحه؟ الكتاب 100 صفحه. الكتاب 100 صفحه يا جماعه، عامل كام؟ عامل 55 جنيه. 55 جنيه تمام. طبعا الكتاب موجود منه جملة، وعندنا شحن لأي مكان، وكمان عندنا شحن محافظات. اللي ما يلاقيش الأرقام بتاعتي بترد يا جماعة عشان الشبكة مش كويسة خالص، يكلمني على الواتس